الفصل السادس. قضى السهرة حتى الساعة العاشرة في الحانات والمحلات المشبوهة متنقلا بينها، وعثر في مكان ما على كاتيا. كانت كاتيا ما تزال تغني أغنيتها المألوفة التي تتحدث عن الطاغية الحقير، الذي أخذ يقبل كاتيا فسقاها سفرجيالوف، وسقى صاحبها الصغير العازف على الأرغن اليدوي، وسقى الخدم والمغنين، واثنين من صغار الموظفين جذبه إليهما أن أنفيهما معوجين، فأحد الرجلين كان أنفه منحرفا إلى اليمين، وثانيهما كان أنفه منحرفا إلى الشمال، فلفت هذا الأمر انتباه سفرجيالوف وخطف بصره، وقاده الموظفان أخيرا إلى حديقة ملاهٍ، فدفع عنها رسم الدخول وثمن الشراب. كان في الحديقة شجرة نحيلة من أشجار الصنوبر عمرها 3 أعوام وثلاث شجيرات صغيرة، وكان في الحديقة كذلك مبنى أطلق عليه اسم فوكس هول من باب التفخيم، وما هو في حقيقته إلا خمارة صغيرة يشرب فيها الشاي أيضا. إن في الخمارة عدة موائد صغيرة وكراسي خضراء، وفيها جوقة هزيلة من المغنين، وألماني بلغ السكر منه كل مبلغ، هو نوع من ممثل مهرج أحمر الأنف، لكن وجهه يظل كالحا إلى أقصى حد، لا يدري المرء كثيرا لماذا. وكانت مهمة الجوقة والألماني تسلية الزبائن. تشاجر الموظفان الصغيران مع موظفين آخرين كانوا هناك، حتى أوشك التشاجر أن يصير إلى تماسك بالأيدي، واحتكم المتشاجرون إلى سفرجيالوف، فلبث يحكم بينهم مدة ربع ساعة محاولا أن يفهم موضوع التشاجر، ولكنه لم يفلح في ذلك من شدة صراخ هؤلاء وأولئك. أغلب الظن فيما أشارت إليه الدلائل أن واحدا منهم كان قد سرق شيئا واستطاع أن يجد يهوديا اشتراه منه فورا، ولكن السارق بعد أن باع الشيء المسروق رفض أن يقاسم رفيقه ثمنه، واتضح أخيرا أن الشيء المسروق كان ملعقة شاي من محل فوكس هول، وقد تم تعرفها وبدأت القضية تتخذ أبعادا مقلقة. فما كان من سفرجيالوف إلا أن دفع ثمن الملعقة ونهض وغادر حديقة الملاهي. كانت الساعة تقترب من العاشرة. لم يشرب سفرجيالوف خمرة طوال تلك السهرة، وإنما كان يكتفي بطلب كأس من الشاي، وحتى هذا إنما كان يفعله من باب التقيد بالشكل، وكان الحر أثناء ذلك ثقيلا والسماء مكفهرة. وفي نحو الساعة العاشرة تقدمت غيوم كبيرة من جميع أطراف الأفق، وأرعدت السماء، وأخذ المطر يهطل غزيرا كأنه السيول. كان الماء لا يتساقط قطرات، وإنما هو شلالات تضرب الأرض، وكان ومض البرق يتعاقب سريعا، فلا يكاد يستطيع المرء أن يعد أكثر من 5 بين كل ومضة وومضة. وابتلى سفرجيالوف بالماء حتى العظام، ووصل أخيرا إلى بيته فأغلق على نفسه الباب، ثم فتح درج مكتبه فأخرج منه أمواله وسنداته، ومزق بعض الأوراق حتى إذا فرغ من دس أمواله كلها في جيبه بدا له أن يبدل ملابسه، لكنه بعد أن ألقى نظرة إلى النافذة وأصاخ بسمعه إلى هزيم الرعد وتساقط المطر، حرك يده بإشارة تنم على عدم الاكتراث، وتناول قبعته وخرج دون أن يغلق الباب وراءه، ومضى إلى سونيا رأسا فوجدها في غرفتها. لم تكن سونيا وحدها، وإنما كان يحيط بها أولاد كابرناموف الأربعة. كانت سونيا تسقيهم شايا، واستقبلت سفرجيالوف بصمت واحترام، ونظرت مدهوشة إلى ثيابه المبتلة، لكنها لم تقل كلمة واحدة. أما الأولاد فسرعان ما هربوا، وقد استولى عليهم ذعر لا يغالب. جلس سفرجيالوف إلى المائدة، ورجى سونيا أن تجلس قربه ففعلت، وتهيأت لأن تصغي إليه خجلة وجلة. قال سفرجيالوف: سونيا، ربما سافرت إلى أمريكا، وربما كان هذا آخر لقاء بيننا، لذلك جئت أتخذ بعض الإجراءات. لقد رأيت اليوم تلك السيدة، أليس كذلك؟ أنا أعرف ما قالته لك، فلا حاجة إلى أن ترويه لي. هنا حركت سونيا يدها بإشارة واحمر وجهها.
إن لهؤلاء الناس تفكيرا خاصا معروفا على كل حال. فيما يتعلق بأختيك الصغيرتين وأخيك الصغير، فإن مستقبلهم مؤمن. لقد توليت بنفسي دفع المال الذي يجب أن يؤول إليهم، وأخذت به إيصالات. خذي، إليك هذه الإيصالات. بهذا تسوى المسألة، وإليك 3 سندات قيمتها 3000 روبل. هذه لك أنت. أرجو أن يبقى هذا الأمر سرا بيننا لا يعلم به أحد. مهما تسمعي من كلام، سوف تحتاجين إلى هذا المال يا سونيا، فإن الحياة التي عشتها حتى الآن سيئة، ولن تضطري إليها بعد اليوم. تمتمت سونيا تقول: غمرتني بنعم كثيرة، أنا والأيتام والمرحومة أيضا، وإذا لم أشكر لك جميلك شكرا كافيا حتى الآن، فلا يذهبن بك الظن، خاصة إلى أن... رحماكي رحماكي. وتابعت سونيا كلامها فقالت: أما هذا المال يا أركادي، فإنني أشكره لك أجزل الشكر، لكنني لست في حاجة إليه. إنني وقد أصبحت وحدي أستطيع أن أجني رزقي. لا تحسبن هذا عقوقا، وما دمت إنسانا محسنا إلى هذا الحد، فإن هذا المال يمكن دائما أن... بل هذا المال لك أنت يا سونيا، وكفى كلاما أرجوك، ليس في وقتي متسع. لك أنت سيكون هذا المال مفيدا. لا يملك روديون إلا أن يختار أحد أمرين، فإما رصاصة في رأسه، وإما طريق فلاديمير. نظرت إليه سونيا مروعة وأخذت ترتجف، وتابع هو كلامه يقول: لا تقلقي، لئن كنت أعرف كل شيء فلأنه هو الذي روى لي كل شيء، وإذ كنت امرأ قليل الثرثرة فلن أذكر لأحد شيئا. أنت أزديت له في ذلك اليوم نصيحة طيبة جدا، هي أن يشي بنفسه ويعترف بجريمته، وذلك هو خير ما يمكن أن يفعله. وإذا كان مصيره هو الرحيل إلى سيبيريا، فسيرحل إليها وستتبعينه أنت، أليس كذلك؟ فأنت إذن في حاجة إلى مال، سوف تحتاجين إلى هذا المال من أجله هو، هل تفهمين؟ وأنا حين أعطيك هذا المال فكأنني أعطيه له. ثم إنك قد تعهدت لأماليا بأن تدفع الديون التي لها على أسرتك، هذا سمعته بنفسي. ولكن لماذا يا سونيا تقطعين على نفسك مثل هذه العهود بمثل هذا التسرع والطيش دون تأن أو ترون؟ إن كاترينا هي المدينة للألمانية لا أنت، فكان ينبغي لك أن لا تحفلي بهذه الألمانية وأن لا تكترثي لها. ما هذا أسلوب سليم في الحياة؟ على كل حال، إذا استجوبوك في يوم من الأيام غدا أو بعد غد، مثلا إذا استجوبوك عني، أقصد عن أمري، وسيستجوبونك عن أمري حتما، فإياك أن تذكري شيئا عن زيارتي هذه خاصة، وإياك أن تتيحي لأحد أن يفترض أنني أعطيتك مالا. والآن إلى اللقاء. قال سفرجالوف ذلك ونهض وهو يتابع كلامه قائلا: تحياتي لروديون، بالمناسبة أخزن المال عند السيد رازوميخين إلى حين الحاجة إليه. تعرفين السيد رازوميخين أليس كذلك؟ تعرفينه حتما، إنه فتى طيب شهم، فاحملي إليه المال غدا أو حين يأزف الوقت، وإلى أن يأزف الوقت خبئيه عن الأنظار. كانت سونيا قد نهضت هي أيضا وشخصت ببصرها إليه مذعورة، ودت لو تقول شيئا ما، ودت لو تطرح سؤالا، لكنها لم تجرؤ في البداية، وكانت عدا ذلك لا تعرف كيف تتدبر أمر إلقاء السؤال، وقالت أخيرا: لكن هكذا هكذا تخرج تحت هذا المطر؟ هل يخشى المرء المطر إذا كان يتهيأ للسفر إلى أمريكا؟ أستودعك الله يا سونيا العزيزة، أتمنى لك أن تعيشي طويلا، فلسوف تكونين مفيدة نافعة للآخرين. بالمناسبة أبلغ السيد رازوميخين تقديري، قولي له بالنص: إن أركادي سفرجالوف يبلغك تقديره، لا تنسي. قال ذلك وخرج تاركا سونيا في جمود وذعر، وقد استولى عليها شعور غامض ثقيل بأن شيئا سيحدث. وقد عرف فيما بعد أن سفرجالوف في ذلك المساء نفسه بعد الساعة 11
قام بزيارة أخرى، زيارة بعيدة جدا غير متوقعة أبدا. كان المطر ما يزال يهطل غزيرا، وها هو ذا في الساعة 11 والدقيقة 20 يدخل البيت الصغير الذي يقطنه أهل خطيبته في الخط 3 من فاسيليفسكي أوستروف في شارع ماليبي. كان مبتلا بالماء ابتلالا شديدا، لقد طرق الباب مدة طويلة ففتحوا له آخر الأمر، فأحدث ظهوره في البداية اضطرابا كبيرا، لكن أركادي قد أوتي موهبة حسن الحيلة ولباقة السلوك وجمال التصرف متى شاء. لذلك فإن الظن الأول الذي قام في وهم أهل خطيبته، وهو ظن لطيف، فقد اعتقدوا أنه سكر في مكان ما فأصبح لا يدري ماذا يفعل، لم يلبث أن سقط من تلقاء نفسه. وبادرت أم الخطيبة المرأة الحنون الشفوق العاقلة، فجرت مقعد الأب الهرم الخرف العاجز، وسرعان ما أخذت تتحدث على عادتها بإلقاء أسئلة ملتوية غير مباشرة. إن هذه المرأة لا تلقي في يوم من الأيام أسئلة مباشرة، إنها تبدأ بأن تبتسم وتأخذ تفرك يديها، فإذا رغبت مثلا في أن تعرف ما ينتويه أركادي فيما يتعلق بالتاريخ الذي ينوي تحديده للاحتفال بزواجه، طفقت تسأله بكثير من الشوق والشراهة عن باريس وعن حياة المجتمع الراقي هناك، ثم لا تصل إلى فاسيليفسكي أوستروف وإلى ما يجب أن يحدث فيها إلا رويدا رويدا. ولقد كان يمكن في ظروف غير هذه الظروف أن يصغي سفرجيالوف إلى كلامها باحترام شديد واهتمام عظيم، لكنه بدا في هذه المرة نافذ الصبر جدا، وأسرع يقاطعها بأن طلب رؤية خطيبته فورا، رغم أنه كان قد أعلم منذ أولى الكلمات التي جرى بها الحديث أنها قد نامت. فقال لها أركادي بدون لف أو دوران أن عليه بسبب ظروف طارئة استثنائية أن يغادر بطرسبورغ إلى حين، وإنه إذ يغادر بطرسبورغ قد جاءها 15,000 روبل أوراقا مالية وسندات، راجيا أن تقبلها هدية منه إليها، وإنه على كل حال كان ينوي منذ مدة طويلة أن يقدم إليها هذه الهدية التافهة قبل الزواج. صحيح أن هذه الشروح لم تظهر الصلة المنطقية بين الهدية والسفر المباشر، لا ولا أوضحت ضرورة المجيء في منتصف الليل تحت وابل المطر، ومع ذلك لم يعترض أحد أي اعتراض، وحتى الأسئلة وصيحات التعجب المعهودة كانت في هذه المرة معتدلة جدا على خلاف العادة، وتدفق الشكر في مقابل ذلك حارا عنيفا، حتى أن الأم العاقلة ذرفت في سبيل الشكر دموعا. ونهض أركادي وابتسم وقبل خطيبته وربت على خدها في رفق ولين، وأكد مرة أخرى أن غيابه لن يطول. وإذ لاحظ في عيني الخطيبة الصغيرة استطلاعا طفيليا جديا في آن واحد وتساؤلا أبكم، فكر لحظة وقبلها مرة أخرى، وشعر في الوقت نفسه بحسرة حقيقية، لأنه قدر أن الأم العاقلة ستخبئ الهدية في الحال مقفلة عليها بالمفتاح. وخرج آخر الأمر تاركا جميع من في البيت في حالة احتياج شديد خارق، وسرعان ما أخذت الأم العاقلة الواسعة الأفق تقرر بوشوشات صغيرة وكلمات قليلة سريعة عددا من الحقائق الخطيرة جدا، مؤكدة على وجه التخصيص أن سفرجيالوف رجل ذو سلطان، رجل له أعمال وصلات، وأنه على جانب عظيم من الثراء الطائل، والله يعلم ما الذي خطر بباله، لكنه قد عن له أن يسافر فسافر، ثم عن له أن يهب مالا فوهب، فلا داعي إلى التعجب والدهشة والحالة هذه. صحيح أن وصوله مبتلا على هذه الحال أمر غريب، ولكن الإنجليز مثلا أكثر شذوذا من الآخرين، وأغلب الظن أن هذه خصلة من خصالهم وعادة من عاداتهم، إنها الشذوذ والتفرد، أليس كذلك؟ ثم إن أبناء المجتمع الراقي لا يحفلون كثيرا بما قد يقال عنهم، فهم لذلك لا يتحرجون، حتى أن من الممكن أن يكون أركادي
قد تعمد المجيء تحت وابل المطر ليظهر أنه لا يخاف من أحد ولا يهاب أحدا، ولكن ينبغي خاصة أن لا تقال كلمة واحدة لأي إنسان عن هذه المغامرة، فالله وحده يعلم ما هو المجرى الذي قد تنقلب إليه هذه الأمور كلها، ويجب إخفاء المال والإقفال عليه بالمفتاح بأقصى سرعة. والحمد لله على أن فيدوسيا قد بقيت في المطبخ ولم ترى وتسمع شيئا. نعم، يجب خاصة ألا يقال لأحد شيء. هس هس، ما من كلمة إذن، لا لتلك الذبابة الحقيرة ريسلخ ولا للآخرين وهلم جرى وهلم جرى. وظلوا يثرثرون ويتهامسون على هذا النحو حتى الساعة الثانية من الصباح، لكن الخطيبة مضت تنام قبل ذلك بكثير، وهي تشعر بشيء من الدهشة وكثير من الحزن. وفي أثناء ذلك، عندما دقت الساعة منتصف الليل، كان سفرجالوف يجتاز جسر كوف في اتجاه حي بوتروسبورجسكي. كان المطر قد انقطع عن الهطول، لكن الريح ما تزال تزمجر. أخذ سفرجالوف يرتعد من البرد، ونظر خلال دقيقة من الزمن بنوع من الاستطلاع الخاص، بنوع من الاستطلاع السائل المستفهم. نظر إلى المياه السوداء، مياه نهر نيفا الصغير، لكنه سرعان ما وجد أن البرد أشد من أن يستطيع المكث فوق الماء على هذا النحو، فاستدار واتجه نحو شارع سين. ظل سفرجالوف يسير مدة طويلة لعلها بلغت نصف ساعة في ذلك الشارع الذي لا نهاية له، وتعثرت قدمه بالرصيف الخشبي مرارا في الظلام، ولكنه ظل مصرا على أن يبحث عن شيء ما كان يجب أن يوجد في الجهة اليمنى من الشارع. إنه حين مر هنا منذ مدة بالعربة قد لمح في مكان ما على اليمين فندقا لابد أن اسمه فندق أندريه نوبل إذا صدقت ذاكرته. إن هذا الفندق هو في هذا الحي التائه علامة بارزة يستحيل أن يخطئها المرء حتى في الظلام الدامس. هو مبنى طويل من خشب أسود من كثرة السنين التي تعقبت عليه، كانت تسطع فيه أضواء رغم تقدم الليل، وكانت تلاحظ فيه حركة وجلبة. دخل سفرجالو في الفندق فالتقى في الدهليز بخادم بائس المظهر رث الثياب، فطلب منه غرفة. بعد أن ألقى عليه الخادم نظرة، عدل قامته وقاده فورا إلى حجرة نائية لا هواء فيها، تقع في ركن تحت السلم عند آخر الممر. لم يكن بالفندق غرفة أخرى خالية، فجميع الغرف مشغولة. نظر الخادم إلى سفرجالوف بهيئة مستطلعة مستفهمة، فسأله سفرجالوف: هل عندكم شاي؟ عندنا. ماذا عندكم أيضا؟ لحم عجل، فودكا، مقبلات. جئني بلحم عجل وشاي. سأل الخادم مترددا بعض التردد: ولست في حاجة إلى شيء آخر؟ لست في حاجة إلى أي شيء آخر. فانصرف الخادم وقد خاب أمله. حدث سفرجالوف نفسه قائلا: لابد أنه محل مريب، كيف لم يخطر هذا ببالي؟ لا شك أن هيئتي أنا أيضا هيئة رجل عاد من قصف وحدثت له مغامرة في الطريق. ليتني أعرف نوع الناس الذين يتلبثون هنا لقضاء الليل. وأشعل سفرجالوف شمعة وفتش الغرفة تفتيشا دقيقا. هي حجرة صغيرة تضيئها نافذة واحدة، وتبلغ من الضيق أن رجلا له قامة كقامة سفرجالوف لا يكاد يستطيع أن يقف فيها، وقد امتلأت مساحتها كلها بسرير قذر ومنضدة مدهونة وكرسي عتيق. أما الجدران فكأنها من ألواح خشبية انفكت فيها المسامير التي تربط بعضها ببعض، وهي مغطاة بورق ملطخ مهترئ ممزق يملأه الغبار، فلا يكاد يستطيع البصر أن يميز فيه أي رسم، ولا يكاد يرى منه إلا لون أرضيته الصفراء، وكان جزء من الجدار يؤلف مع السقف زاوية مقطوعة شأن جميع الحجرات التي تقع تحت الأسطح، غير أن السلم يمر هنا فوق الزاوية المقطوعة. وضع سفرجالوف في الشمعة
وجلس على السرير وغرق في أفكاره وخواطره، غير أن دمدمة غريبة متصلة كانت تعلو في الغرفة المجاورة وتصل إلى حد الصراخ أحيانا، فما لبثت أن استرعت انتباهه. إن هذه الأصوات لم تنقطع في الواقع منذ دخل. أصاخ سفرجالوف بسمعه، كان هناك شخص يقرع شخصا آخر ويصب عليه أنواع اللوم، ولكنه يفعل ذلك وهو يكاد يبكي، ليس يميز المرء إلا صوتا واحدا. نهض سفرجالوف ووضع يده حاجزا أمام لهب الشمعة، فسرعان ما أضاء شقا صغيرا في الجدار، فاقترب سفرجالوف منه ونظر. الغرفة أوسع قليلا من غرفته، وفيها رجلان، أحدهما أجعد الشعر محمر الوجه بدون سترة، قد وقف متخذا وضع الخطيب مباعدا ساقيه للمحافظة على توازنه، وأخذ يلطم صدره لائما صاحبه بلهجة عاطفية مؤثرة على أنه رجل شقي تافه ليس له أي رتبة وليس له أي كرامة اجتماعية، مذكرا إياه بأنه هو الذي أخرجه من الماء، ففي وسعه أن يعود فيغطسه في الماء متى شاء، وأن عين الله وحدها ترى حقيقة الأمر كله. وكان الرجل الثاني الذي ينصب عليه هذا التقريع وهذا التأنيب جالسا على كرسي، وهيئته هيئة رجل يود لو يعطس لكنه لا يفلح في ذلك على أي نحو من الأنحاء، وهو يلقي على الخطيب من حين إلى حين نظرة مضطربة بلهاء. كان واضحا أنه لا يفهم من الأمر كله شيئا على الإطلاق، بل لا يسمع كما يبدو من الأمر شيئا. وعلى المائدة حيث كانت توجد شمعة ذائبة توشك أن تنطفئ، كان يوجد أيضا إبريق فودكا يكاد يكون فارغا، وأقداح كبيرة وأقداح صغيرة، وخبز وخيار مخلل. ورغم أن الشاي قد شرب منذ مدة طويلة حتما، فإن الفناجين والأطباق والملاعق ما تزال ملقاة كذلك على المائدة. تأمل سفرجالوف هذه اللوحة بانتباه، ثم ابتعد عن الجدار بدون اكتراث وعاد يجلس على السرير. وحين عاد الخادم يحمل لحم العجل والشاي، لم يستطع أن يمتنع عن سؤال سفرجالوف مرة أخرى، أليس في حاجة إلى شيء آخر؟ فلما سمع جواب النفي من جديد انصرف أخيرا إلى غير رجعة، وانقض سفرجالوف على الشاي التماسا للدفء، فاحتسى منه كأسا، لكنه لم يستطع أن يذوق اللحم، فقد كان لا يشتهي أن يتناول أي طعام. واضح أن الحمى كانت قد ألمت به، وخلع معطفه وسترته واضطجع على السرير وتدثر بالبطانية، كان مستاء ممتعضا. إن من الأفضل على كل حال أن أكون سليم العافية لهذا الظرف، كذلك قال يحدث نفسه وضحك ساخرا. كان جو الغرفة خانقا، وكانت الشمعة ترسل ضياء مضطربا، وكانت الريح في الخارج تزمجر، وكانت فأرة تخدش شيئا من الأشياء في مكان بأحد أركان الغرفة، وكانت الغرفة كلها تشيع فيها رائحة فئران وجلد. لبث مضطجعا غارقا في أحلامه، كانت الخواطر تتعاقب في خياله يطرد بعضها بعضا، كان كمن يريد أن يتشبث بشيء ما في الخيال بكل ما أوتي من قوة. قال يحدث نفسه: لا شك أن تحت النافذة حديقة تهز الريح أشجارها فتهمهم، لشدة ما أكره همهمة الأشجار أثناء العاصفة في الظلام، يا له من إحساس كريه. وفي هذه المناسبة تذكر مروره بحديقة بوتروفسكي مشمئزا، وتذكر عندئذ مروره بجسر كوف على نهر نيفا الصغير أيضا، فأحس بتلك البرودة نفسها التي أحسها منذ قليل حين توقف فوق النهر. أنا لم أحب الماء يوما ولا مناظر الطبيعة، بهذا حدث نفسه، ثم إذا بفكرة غريبة توافيه فتجعله يضحك ضحكة سخرية. قال يخاطب نفسه: يخيل إلي مع ذلك أن قضايا الجمال والارتياح هذه كان ينبغي أن لا تثير اهتمامي اليوم، وأن تدعني غير مكترث بها أي اكتراث، فما بالي أعنى بها أشد العناية؟ ألا إنني لا أشبه الحيوان الذي يهمه أشد الاهتمام أن يختار لنفسه مكانا مناسبا،
في حالة كهذه الحالة. لقد كان الأفضل أن أعود إلى جزيرة بيتروفسكي، لكنني وجدت الليل حالك الظلمة والجو شديد البرودة. إني لا أكاد أنشد الأحاسيس اللذيذة والمشاعر الممتعة. بالمناسبة، لماذا لا أطفئ الشمعة؟ قال لنفسه ذلك ونفخ على الشمعة فأطفأها، وإذ لم ير ضوءا في شق الجدار تابع حديثه لنفسه فقال: نام جيراني، هل أمي يا مارفا بيتروفنا؟ الآن، الآن إنما ينبغي لك أن تجيئي، تفضلي، فالظلام دامس والمكان مناسب واللحظة فريدة، ومع ذلك لا تجيئين اليوم. وتذكر فجأة دون سبب ظاهر أنه قبل وضع خططه المتعلقة بدونيا موضع التنفيذ، تذكر أنه قبل ذلك بساعة قد نصح لراسكولنيكوف أن يجعل دونيا في حماية رازومخين. قال يحدث نفسه: حقا؟ لابد أنني قلت ذلك من باب التبجح. كما أدرك راسكولنيكوف ذلك فعلا، إنه لماكر هذا الفتى راسكولنيكوف، لكنه لعب لعبة كبيرة فوق طاقته، ولكي يصبح المرء ماكرا كبيرا لابد له من وقت، لابد له من أن ينتظر انقضاء عهد السخافات، وهو الآن مسرف في حب الحياة. من هذه الناحية يتصف جميع هؤلاء الناس بأنهم جبناء، ولكن ما بالي أهتم به، ليذهب إلى الشيطان، ألا فليفعل ما يشاء، فذلك لا يعنيني. وظل سفيرجالوف عاجزا عن النوم، وشيئا فشيئا انبجست أمامه صورة دونيا كما رآها منذ قليل، فسرت في جسمه كله رعدة قوية على حين فجأة. قال يخاطب نفسه وقد ثاب إلى صوابه: لا، يجب علي الآن أن أتخلص من هذا كله، يجب أن أفكر في شيء آخر. مضحك أمري، مضحك، إنني لم أكره أحدا كرها شديدا في يوم من الأيام، بل إنني لم تراودني رغبة قوية في الانتقام قط. هذه علامة سيئة. لا، ولا أحببت يوما أن أتشاجر وأن أندفع وأتحمس، هذه أيضا علامة سيئة، ولكن ما أكثر الوعود التي بذلتها لها منذ قليل. مع ذلك كان يمكنها أن تصنع مني رجلا آخر، من يدري. وصمت سفيرجالوف وكز أسنانه، وعرضت له صورة دونيا من جديد تماما كما رآها حين أطلقت طلقة أولى، فاستولى عليها رعب رهيب، فأرخت المسدس وهي تنظر إليه بعينيها الواسعتين، حتى لكان يمكنه أن يمسكها مرتين لا مرة واحدة دون أن تستطيع إظهار أي مقاومة. لقد قصد هو نفسه أن يردها إلى إدراك الواقع، وتذكر أيضا أنه شعر في تلك اللحظة بنوع من الشفقة عليها والرأفة بها، وأن قلبه قد انقبض انقباضا شديدا. سحقا لهذه الخواطر، يجب التخلص من هذا كله، يجب التخلص. وأخذ النعاس يدب إلى جفنيه، وأخذت رعدة الحمى تهدأ، وتراءى له فجأة أن تحت البطانية شيئا يركض على طول ذراعه وساقه، فارتعش وقال: آه، لكأنها فأرة، طبعا، لأنني تركت اللحم على المائدة. كره كرها فظيعا أن يكون عليه أن يكشف البطانية عن جسمه وأن ينهض وأن يتعرض للبرد، لكن شيئا لامس قدمه مرة أخرى، ملامسة كريهة مزعجة، فرمى عنه البطانية وأشعل شمعة، ثم مال يتفحص السرير وهو يرتجف من الحمى، فلم يجد شيئا، حتى إذا نفض البطانية فقفزت إلى السرير فأرة على حين بغتة، فأسرع يريد القبض عليها، ولكن الفأرة أخذت دون أن تغادر السرير ترسم خطوطا متعرجة في كل اتجاه، وتتملص من بين أصابعه وتركض على ذراعه، ثم اندست تحت المخدة، فرمى المخدة على الأرض، ولكنه شعر في تلك اللحظة نفسها بشيء يثب عليه ويتنطط على طول قامته ويصبح فوق ظهره تحت قميصه، فارتعش سفيرجالوف ارتعاشة عصبية واستيقظ من نومه. كان الظلام دامسا وهو لا يزال راقدا على السرير متكوما تحت البطانية، وكانت الريح ما تزال تصفر تحت النافذة. قال لنفسه غاضبا: يا له من حلم وسخ.
ونهض فجلس على حافة السرير مديرا ظهره إلى النافذة. الأفضل أن لا أنام البتة. على هذا حزم أمره، وكان يهب من النافذة هواء رطب بارد، فشد سفر جيالو في البطانية وتدثر بها دون أن يبارح مكانه، ولم يشعل الشمعة. كان لا يفكر في شيء ولا يريد أن يفكر في شيء على كل حال، لكن الصور كانت تلاحق الصور في خياله، وكانت شذرات أفكار تمر في ذهنه بفوضى لا تحكمها رابطة ولا ينظمها تسلسل. لقد أصبح فيما يشبه النوم. هل يرجع هذا إلى البرد والظلمات والرطوبة والريح التي تزمجر تحت النافذة وتهز الأشجار؟ المهم أن أحلامه أخذت تتخذ أشكالا غريبة، وأخذت توقظ في نفسه رغبة، وكانت أزهار تتراءى له بغير انقطاع. هذا منظر رائع يتفتح أمام بصره، نهار مضيء دافئ يكاد يكون حارا، منزل ريفي أنيق ثري على الطراز الإنجليزي ينتصب في وسط مروج مزهرة وتحيط به أحواض موقوفة على زراعة الأزهار، نباتات متسلقة تتلفف فوق درجات مدخل المنزل غارقة تحت الورد، وعلى طول سلم كبير مضيء نظير مغطى بسجاد فخمة تترتب أواني خزف صيني تضم أزهارا نادرة. ولاحظ سفر جالوف بوجه خاص على حواف النوافذ في أوان ملأى بالماء باقات نرجسات بيض نضرة تميل على سيقانها الخضر الطويلة القوية وتنشر عبقا نافذا. كان سفر جالوف يود أن لا يبتعد عن هذه الأزهار، ولكنه صعد السلم ودخل قاعة كبيرة عالية السقف. هناك أيضا كانت الأزهار منتشرة في كل مكان، على النوافذ قرب الباب الكبير الذي يطل على الشرفة وفي الشرفة نفسها. مصاريع النوافذ مفتوحة تدخل منها إلى القاعة أنسام لطيفة، العصافير تغرد تحت النوافذ، ولكن في وسط الغرفة فوق منضدة فرشت بغطاء من قماش الساتان الأبيض الذي يستعمل للموتى كان هناك تابوت. إن التابوت منجد بنسيج من ساتان نابولي، إن حبالا من أزهار تطوق التابوت من جميع الجهات، وبين الأزهار يرقد جثمان صبية ترتدي ثوبا من نسيج التول الأبيض، قد عقدت ذراعيها على صدرها وشدت إحداهما إلى الأخرى حتى لكأنها منحوتتان في المرمر، غير أن شعرها المبعثر الأشقر رطب مخضل، وعلى جبينها إكليل من الزهر يطوقه. إن وجهها الذي يظهر من جانب ويعبر عن صرامة ويبدو متجمدا منذ الآن يشبه أن يكون مقدودا من مرمر أيضا، ولكن ابتسامة شفتيها الشاحبتين مصطبغة بحزن لا نهاية له، حزن ليس من الطفولة وشجن كبير. إن سفر جالوف يعرف هذه البنية، لم يكن إلى جانب التابوت لا صورة من صور العذراء ولا شموع مشتعلة وليست تتلى عليها صلوات. إن هذه البنية قد انتحرت غرقا، عمرها لا يتجاوز 14 عاما، لكن قلبها قد تحطم وهي في تلك السن. لقد سعت إلى الموت لأنها وقعت ضحية إهانة روعت ضميرها إلى الأبد، وملأت نفسها بعار لا يستحق وجدان الطفلة، تلك النفس الملائكية الطاهرة، وانتزعت منها صرخة يأس هائلة، صرخة لم تسمع، اختنقت بوقاحة في الظلمات والبرد والجليد الذائب وزمجرات الريح. استيقظ سفر جالوف من نومه فترك سريره واتجه نحو النافذة وتلمس المزلاج ففتحها، فاندفعت إلى الحجرة الصغيرة هبة ريح صفعت خده وصدره الذي لا يغطيه إلا القميص. وكان تحت النافذة شيء يشبه أن يكون حديقة لعل رواد الفندق يقضون فيها أوقات مبهجة ومسرة أحيانا، فتغنى فيها الأغاني ويقدم فيها الشاي على موائد صغيرة نهارا. أما الآن فإن قطرات ماء تسيل على النافذة آتية من الشجيرات المحيطة، وإن الظلام يبلغ من الحلكة أن المرأة لا يميز إلا بقعا سوداء غامضة تدل على الأشياء دلالة مبهمة.
لبث سفرجيالوف 5 دقائق مائلا إلى أمام، متكئا بكوعيه على حافة النافذة، محدقا إلى الظلام لا يستطيع أن يحول عنه بصره. وفجأة في وسط الظلمات دوت طلقة مدفع أولى فثانية. قال سفرجيالوف يحدث نفسه: هذا هو الإنذار، المياه تعلو، فما أن يطلع الصبح حتى تتدفق في الشوارع فيضانات تغرق الأقبية، الفئران ستطفو على سطح الماء ميتة، وتحت المطر والريح سيأخذ الناس ينقلون متاعهم إلى الطوابق العليا، وقد تبللت أجسامهم وانهدت قواهم وأخذوا يشتمون ويلعنون. لكن كم الساعة الآن؟ وفيما كان سفرجيالوف يفكر في هذا، إذا بساعة جدار في مكان بعيد تدق 3 بصوت عميق. قال سفرجيالوف لنفسه: آه، بعد ساعة يطلع الصبح، فلماذا أنتظر مزيدا من الانتظار؟ سأنصرف حالا، سأمضي قدما إلى جزيرة بيتروفسكي، فأختار هناك في مكان ما دغلا يبلغ من التبلل بالماء أنه يكفيك أن تلمسه بكتفك حتى تهطل عليك ملايين القطرات. وابتعد عن النافذة قليلا فأغلقها، ثم أشعل شمعة فارتدى صدرته ومعطفه ووضع على رأسه قبعته ومضى إلى الممر حاملا شمعته، محاولا أن يبحث عن الخادم الذي لابد أنه نائم في ركن من الأركان التي تودع فيها الأشياء البالية وبقايا الشموع. كان سفرجيالوف يريد أن يدفع الحساب وأن يغادر الفندق، وقال يحدث نفسه: هذه خير لحظة، لا يمكن اختيار لحظة أفضل. لبث يطوف في الدهليز الضيق الطويل مدة طويلة دون أن يلتقي بأحد، فلما هم أن ينادي اكتشف على حين فجأة في ركن مظلم بين خزانة قديمة وباب شيئا غريبا، شيئا بدا له حيا، فمال على الشيء والشمعة بيده، فرأى طفلة عمرها 5 سنين في أكثر تقدير ترتدي ثوبا خلقا مبتلا بالماء كابتلال خرقة من الخرق التي تغسل بها الأرض، وهي ترتجف من البرد وتبكي. لم يظهر عليها ذعر حين رأت سفرجيالوف، ولكنها حدقت إليه بعينيها السوداوين الكبيرتين مبهوتة، وكانت تشهق من حين إلى حين كما يشهق طفل لبث يبكي مدة طويلة ثم انقطع عن البكاء وهدأ آخر الأمر، لكنه ما يزال يشهق بين الفينة والفينة. كانت الطفلة شاحبة الوجه مرهقة الهيئة، وكان واضحا أن البرد قد بلغ منها العظام. ولكن كيف أمكن أن تقع في هذا المكان؟ أغلب الظن أنها قد اختبأت في ركن ولم تنم طوال الليل. أخذ سفرجيالوف يستجوبها، فانتعشت الطفلة فجأة وأسرعت تتدفق في الكلام فتروي بلغتها الطفولية قصة فحواها أن أمها كانت ستضربها لأنها كسرت فنجانا. كانت الطفلة تتكلم بغير توقف، وفي وسع المرء أن يحذر مما روته وقصته أنها ليست محبوبة، وأن أمها وهي طباخة تظل دائما سكرى، ولعلها طباخة هذا المحل تروعها وتضربها، وأن البنت حين كسرت الفنجان قد بلغ خوفها من الشدة أنها هربت منذ الليلة البارحة، وأنها اضطرت أن تختبئ مدة طويلة في مكان ما من الحوش تحت المطر، ثم استطاعت أن تتسلل إلى هذا المكان خلسة فاختبأت وراء الخزانة وقضت الليلة هنالك مرتعدة من البرد والظلام، مرتجفة باكية خائفة من ضربات أمها. أخذ سفرجيالوف الطفلة بين ذراعيه وعاد إلى غرفته فوضعها على سريره، وأخذ يخلع لها ملابسها. كان حذاءها مقطعين مبتلين بالماء ابتلالا شديدا لكأنهما قد نقعا في غدير ليلة كاملة، ولم يكن لها جوربان. فلما فرغ سفرجيالوف من خلع ملابسها عنها أرقدها ودثرها بالبطانية حتى العنق، فما لبثت أن نامت فورا، وما أن انتهى من هذا حتى عاد يغرق في أحلامه المظلمة وخواطره القاتمة.
قال يحدث نفسه في غضب وحنق: هذا ما كنت في حاجة إليه أيضا، أن أقحم نفسي في مثل هذه القصة، يا للحماقة. وتناول الشمعة مغتاظا ليمضي باحثا عن الخادم من أجل أن ينصرف بأقصى سرعة. فلما هم أن يفتح الباب أفلتت من لسانه شتيمة للطفلة الصغيرة، ومع ذلك عاد يلقي عليها نظرة ليرى هل نامت وكيف كان نومها. رفع البطانية محاذرا، كانت البنية تنام نوما عميقا هادئا سعيدا. لقد دفأتها البطانية حتى أن خديها قد استردا لونهما منذ الآن، ولكن الشيء الغريب أن هذا اللون كان أسطع اتقادا مما يلاحظ في الأطفال الآخرين. فقال سفرجالوف لنفسه: إن بها حمى، لكأنها قد شربت، لكأنها قد سقيت من الخمر كأسا كبيرة مترعة. إن شفتيها الحمراوين تبدوان كالمحترقتين، لكن ماذا؟ ما هذا؟ لقد رأى سفرجالوف فجأة أن أهداب الصبية الطويلة السوداء تختلج وترتعش كأنها تنفتح، ورأى من تحت الأهداب نظرة ماكرة حادة ليست نظرة أطفال تتسلل إليه، فكأن الطفلة غير نائمة لكنها تتظاهر بالنوم. نعم، ذلك ما كان. وانفرجت شفتا الصبية عن ابتسامة، وكانت أطراف الشفتين تختلج كأنها تحاولان كظم ضحكة، ولكن محاولة الكظم تنتهي فتنطلق الضحكة. إنها ضحكة صريحة وقحة فيها تحد واستفزاز، تتفجر في وجه لم يبق فيه الآن شيء من طفولة. هو الآن وجه العهر والانحلال، وجه وقح زايله الحياء، وجه امرأة مثل كاميليا، وجه مومس تتعاطى البغاء في سبيل المال، مومس فرنسية. وها هي ذي البنت بعد أن لم يبق لها ما تخفيه، ها هي ذي تفتح عينيها وتلفه بنظرة عنيفة محرقة في غير تحفظ أو احتشام. إن عينيها تناديانه وتضحكان، وإن هناك شيئا دنسا مسيئا مهينا في هذه الضحكة وفي هاتين العينين وفي كل هذا الوجه الذي أصبح لا يعبر إلا عن الرجس والعار. وكيف؟ أفي هذه السن؟ أفي الخامسة من العمر؟ بهذا تمتم سفرجالوف مذعورا، ولكن ها هي ذي تدير نحوه وجهها المتقد وتمد إليه ذراعيها فيقول مروعا: آه يا للملعونة! ويشهر عليها ذراعه، ولكنه استيقظ من نومه في تلك اللحظة. كان لا يزال راقدا على سريره متدثرا بالبطانية، ولم تكن الشمعة مشتعلة غير أن بياض الفجر كان يلوح من وراء النوافذ. كوابيس طوال الليل، كذلك قال سفرجالوف، ثم نهض منتصبا على سريره في غيظ وحنق. كان يحس بأنه محطم، إنه يشعر بوجع في جميع عظامه، وفي الخارج كان ينتشر ضباب كثيف يحجب الرؤية. لابد أن الساعة قريبة من الخامسة، لقد تأخر في النوم. وقام سفرجالوف فارتدى سترته ومعطفه اللذين ما يزالان مبتلين، وبعد أن تلمس مسدسه في جيبه أخرجه فتثبت من الكبسولة، ثم جلس وتناول دفترا صغيرا فكتب على الورقة الأولى منه بضعة أسطر بأحرف كبيرة، حتى إذا أعاد قراءة الأسطر التي كتبها رجع يسترسل في أحلامه من جديد متكئا بكوعيه على المائدة. المسدس والدفتر ما يزالان على المائدة قرب كوعه، وقد استيقظ الذباب فهو يتهافت على قطعة لحم العجل التي لم يمسسها. ظل سفرجالوف ينظر إلى الذباب برهة طويلة، وحاول أخيرا أن يلتقط ذبابة من الذبابات بيده اليمنى التي كانت طليقة، ولكنه لم يفلح في ذلك رغم الجهود الكثيرة التي بذلها. وفاجأ نفسه آخر الأمر مستغرقا في هذا العمل الشيق فثاب إليه صوابه وارتجف ونهض، فخرج من الغرفة بخطى حازمة ثابتة. فما هي لحظة حتى كان في الشارع، إن ضبابا بلون اللبن كان يغمر المدينة، وسار سفرجالوف على أرض الشارع الخشبية الموحلة الزلقة في اتجاه نهر نيفا الصغير.
كان لا يكف عن تخيل مياه النهر التي ارتفعت أثناء الليل، وعن تخيل جزيرة بيتروفسكي والطرق المنقوعة والعشب الغارق والأشجار والأدغال التي يتقاطر منها الماء ثم الدغل المقصود. واغتاظ من ذلك، فأخذ يتفحص المنازل من حوله ليصرف تفكيره إلى شيء آخر. لم يكن في الشارع أحد من المارة، ولم يكن فيه أي عربة، والمنازل الخشبية الصغيرة الصفراء الفاقع لونها كانت بنوافذها المغلقة ومصاريعها الموصدة قذرة المظهر كالحة الهيئة. أخذ سفرجالوف يرتجف من البرد والرطوبة اللذين نفذا فيه، فإذا وقع بصره على لافتة دكان من دكاكين البضائع والخضروات بين الحين والحين، أخذ يقرأ الكلمات مدققا متفحصا. ها قد انتهى الشارع المبلطة أرضه بالخشب. لقد وصل سفرجالوف إلى مبنى كبير من حجر، وهذا كلب صغير بشع يمر أمامه قاطعا الشارع واضعا ذيله بين قائمتيه، وهذا رجل سكران حتى لكأنه ميت من فرط السكر قد رقد على الرصيف عرضا لابسا معطفا سميكا واضعا وجهه على الأرض. نظر سفرجالوف إليه ثم تابع طريقه، وظهر له برج كبير على شماله فجأة، فهتف يقول لنفسه: آه، وجدت المكان المناسب، علام الذهاب إلى جزيرة بيتروفسكي، في هذا المكان يمكن على الأقل أن يوجد شاهد رسمي. وكاد يبتسم حين خطرت بباله هذه الفكرة، ثم انعطف يدخل شارع سين. هناك كان ينتصب المبنى الذي يعلوه برج، وعلى باب الفناء من هذا المبنى كان يستند بظهره رجل قصير القامة متدثر بمعطف رمادي اللون من معاطف الجنود، وعلى رأسه خوذة من نحاس كخوذة أخيل. رشق الرجل سفرجالوف بنظرة باردة تعبر عن النعاس، إن في وجهه تلك الكآبة السخيطة التي عمرها مئات السنين، تلك الكآبة التي تطبع في كثير من المرارة قسمات وجوه جميع الناس الذين ينتمون إلى ملة اليهود دون استثناء. وتفحص كل من سفرجالوف وآخيل صاحبه مدة من الوقت في صمت، ورأى آخيل أخيرا أن من غير الطبيعي أن يقف رجل ليس بالسكران حتما أن يقف على بعد 3 خطوات منه ويأخذ يحدق إليه ويتفرس فيه دون أن ينطق بكلمة، فقال يسأله وهو ما يزال جامدا لا يتحرك: إيه، عما تبحث؟ فأجابه سفرجالوف: لا أبحث عن شيء أيها الأخ، صباح الخير. امضي في طريقك. هل تعرف أيها الأخ، أنا مسافر إلى الخارج. إلى الخارج؟ إلى أمريكا. إلى أمريكا؟ تناول سفرجالوف مسدسه وحشاه، فرفع آخيل حاجبه وصاح يقول: ما هذا المزاح؟ ليس هذا هو المكان؟ ولماذا لا يكون هو المكان؟ لأنه ليس هو المكان. دعك يا صاحبي، لا ضير، هذا المكان مناسب مع ذلك، فإذا سئلت فقل إني سافرت إلى أمريكا. قال سفرجالوف ذلك ووضع المسدس على صدغه الأيمن، فانبرى أخيل يقول له مندفعا محملقا مزيدا من الحملقة: ممنوع هنا، ليس هذا هو المكان. وضغط سفرجالوف على الزناد.